قولي لي يا دنا، امريكا بقى بالنسبه لك لما رحتي ايه الفرق؟ انت رحت ازاي؟ بصراحه وانا كنت بلعب في وادي دجله مع المنتخب، كنت بصور كل ماتش عشان اعمل برضو فيلم على نفسي. فكرتك ولا فكره بابا؟ فكره بابا. ايوه لازم انت كل هو اللي مظبط كل حاجه. ايوه بالظبط كده. فهو بصراحه هو بقى اللي بيصور كل ماتش. بعديها بعتناها بقى على بره. بس خلي بالك الحاجات دي بعد كده في المستقبل هتبقى بالنسبه لك حاجه. لا لغايه دلوقتي اصلا بصراحه مخلينا معانا. بعتناها بقى اللي بره، عملنا هايلايت كده كل الحاجات، كل الماتشات وكل الاجوان وكل الاسيستات وكل الحاجات الحلوه دي، وبعتناها بقى بره لمدرسه اسمها IMG بقى، دي بتخصص بقى كل الرياضات بس من احسن المدارس اللي في امريكا. فرقتي بصراحه جامده جدا يعني، فمهم يعني بعتنا الهايلايت ده ليهم، وبعد بشهر كده بعتولنا قالولنا هنديلك سكولرشيب وبتاع، تعاليلنا وبس. يعني ده كان في مثلا ابريل، وكنت لازم اروح في شهر 6، فالموضوع كان بسرعه قوي يعني. ورحت بقى وانا عندي 15 سنه هناك بس، فابتديت بقى في امريكا وانا عندي 15 سنه لوحدي. ده برضو حاجه يعني بحيي عليك، بحييك فيها وبحيي عليك عليها لانك انت يعني الدعم الكبير والسبورت ده. قولي بقى، انت لعيبه منتخب مصر الناشئات عندنا نجمنا الكبير والهيرو بتاعنا والليجند بتاعنا محمد صلاح، اكيد لما يعرفوا انك مصريه طبعا بيتكلموا على محمد صلاح. قولي لي ايه الحوار اللي بيدور بينك وبينهم؟ يعني بصراحه كل ماتش حتى لما بجيب الجوان كل حد بره يقعد يقول مو صلاح مو صلاح بره وكل. يعني ما فيش، لما تسمع مصر تسمع محمد صلاح، ولما تسمع محمد صلاح تسمع مصر بصراحه. فطبعا كل حد خير سفير طبعا، واحنا بالنسبه لنا برضه سفير للكره النسائيه في امريكا. ميرسي شكرا. بس يعني قابلت محمد صلاح قبل كده؟ قابلت محمد صلاح؟ عمري لا. ليه؟ طب ليه الناس في اتحاد الكوره دكتوره دينا يا حمد يا كمال يا كل الناس المشرفين على الكوره، اكيد انتوا لازم المعسكر اللي جاي دي دعوه بنتمناها تروح وتسلموا على صلاح في التمرين. انتوا برضه لاعبات منتخب يعني، برضه حاجه تشرف يعني. لا طبعا يعني يا ريت نشوف محمد صلاح، بس يعني بصراحة ان شاء الله ان شاء الله بالظبط تتحقق دي. ليه لا؟ ليه لا؟ ناس محترمين ومنظمين، هو كمان هيبقى على فكرة بقى فرحان ومبسوط يعني. جوي قولي لي، نفسك تحترفي؟ نفسي طبعا، نفسي اخد الخطوة في يوم من الايام. نفسي في اوروبا يعني. احسن مكان اوروبا. يعني عينك على بلد معينة او شايفة فيها عندهم هم مهتمين باللعبة يعني دي بشكل كويس؟ دايما تبقى انجلترا واسبانيا يعني اعلى بلاد في الموضوع ده، بس مش يعني على حاجه معينه، بس نفسي يعني طبعا احترف في يوم من الايام، فبفكر في الموضوع طبعا. قولي لي الجماهير بقى، شايفه ان الجماهير بتدعمكم؟ انا شخصيا حابب القصه، ولما محمد الصايغ قال لي انكم جايين انا كنت مبسوط جدا وسعيد بامانه، لان يعني انا حابب الجزئيه دي، وفي اهتمام اعلامي كبير بيكم، وفي يعني انا شايف ان دي حاجه كمان محفزه قوي لكل البنات انهم يمارسوا اللعبه دي. اكيد طبعا. بس طبعا اكيد طبعا احنا بنتمنى ان في يوم من الايام نشوف الاستاد يبقى مليان زي الماتشات بتاعت الرجاله ما بنشوف وبتاع. ان شاء الله اكيد كلنا بندعمكم، وكلنا برضو بنوجه رساله، واكيد انتم بعد النتائج الجميله اللي عاملينها دي طبعا يعني فوسكو على ساو تومي 11 والكونغو 6، اعتقد دي برضو حاجه من الحاجات الجميله.